السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم حول أربيت تريد. إليكم فيديو مهم حول الربح من الأنترنت. جئت لكم بمنصة مذهلة للتريدين أو للتداول تجعلك تشتري الأسهم الأمريكية والعالمية مثل أسهم شاومي أو تيسلا أو مايكروسوفت أو أبل والعديد من الشركات الكبيرة والمميزة. والمميز في هذه المنصة وهو أنك يمكنك التداول بالكريبتو أو العملات الرقمية. ستتمكن من شراء أسهم الشركات من خلال العملات الرقمية. دعوني أقدم لكم المزيد من التفاصيل من خلال الشرح على منصة أربيت تريد كيفية شراء أسهم الشركات الكبيرة. وإليكم أعزائي الكرام هنا كيفية التسجيل، فهي أيضا سهلة للغاية وسهلة جدا أعزائي الكرام، وهي روتينية. تجدون هنا الإيميل والفيريفيكيشن كود الذي سوف يصلك في الإيميل أو في جهات السبام على ما أظن، ومن ثم تقوم هنا بكتابة الباسورد الخاص بك. وإذا كان لديك هنا الانفيتيشن كود أو يعني هذا رمز الدعوة، يسمونه رمز الدعوة، يمكنك كتابة رمز الدعوة أو يعني كتابة رمز الدعوة من الديسكريبشن تحت الفيديو، والذي هو LG6EGA، لكي تتمكنون أعزائي الكرام من الحصول على برومو، يعني فهي تابعة إلى قناتي أعزائي الكرام. هنا سوف تجدون إن شاء الله جميع الروابط في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت الفيديو. كل ما عليكم هو الدخول، وكما قلت لكم الدخول هنا بالإيميل، ومن ثم تكتب الفيريفيكيشن كود الذي سوف تجده في يعني جهة الجيميل على ما أظن، نعم في جيميل أو الإيميل الذي هو خصصك سواء أوتلوك أو جيميل، ومن ثم تكتب الباسورد. فخطوات بسيطة وسهلة للغاية. وأخيرا يمكنكم أيضا شراء الأسهم الأمريكية والتداول أعزائي الكرام. وندخل هنا في جهة التداول أصدقائي، يعني كما تلاحظون فهو صراحة شيء سهل للغاية. يمكنك استخدام يعني منتجات أربيت تريد لتحليل سبب وجوب شراء الأسهم الأمريكية واستخدام الأسهم عالية الجودة مثل تيسلا للشرح والتحليل. وأيضا يمكنك هنا كيفية استخدام USDT لتداول الأسهم الأمريكية وتقديم وتوضيح لإيداع والسحب. يمكن تداولها بعملة USDT، إمكانية تداول الأسهم الأمريكية وأسهم هونغ كونغ، أيضا معاملات آمنة وسريعة ومضمونة، يعني إنها مؤسسة أعمال مرخصة رسميا ومضمونة أعزائي الكرام. هناك ما تلاحظون الأسهم وكل شيء موجود هنا للشركات الكبيرة. البرنامج يحتوي على لغة عربية للإصدار الذي يمكن عرضه باللغة العربية، إذا أردت اللغة العربية فهي موجودة في إصدار الأندرويد والآي أو إس. أيضا أصدقائي يمكنك تحميل يعني نسخة الأندرويد والآي أو إس والتداول وشراء الأسهم فقط عبر الهاتف. فيما يلي يعني ميزات هذا التطبيق أعزائي الكرام، دعم الإيداع عن طريق USDT الأول الذي يدعم شراء وبيع الأسهم عبر العملة المشفرة أو الكريبتو كورنسي وتداول الأسهم الحقيقية ومشاركة القسمة ومكافآت الأسهم. لا توجد طلبات على الحد الأدنى لمبلغ الإيداع. الإيداع والسحب فهو سريع للغاية. ويعني هناك فتح حساب برقم جواز السفر، يمكنك دعم يعني فتح حساب برقم جواز السفر ورقم الهوية، أيضا دعم الإيداع والسحب بواسطة TRC 20 ومعلومات محدثة عن سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة وهونغ كونغ، تقديم أسعار الأسهم المجانية في الوقت الحقيقي، وأيضا يمكنك يعني لديك تأمين الأموال، يتم حفظ جميع أصول العملاء وحمايتها بواسطة بنك كوين بيز وسيجنتر. كل شيء هنا أعزائي الكرام موجود يعني مضمون، ولا تخافون من حيث يعني من جهة الأمان، فهو يعني 100% أضمن لكم كل شيء أصدقائي. هناك ما تلاحظون هنا أمامكم في هذه المنصة تجد All، لدينا 29 شركة تبدأ بشاومي، بابا، ميتيون، تينسنت. وتلاحظون هنا أعزائي الكرام عندما أضغط مثلا على شركة شاومي
سوف تلاحظون يعني أو شركة تسلا، أو عندما تضغط وتدخل إلى الشركة في الداخل فتجد الكثير من الأشياء، ويعني تجد أشياء صراحة يعني رهيبة بالنسبة يعني سهولة التداول وشراء الأسهم في هذا التطبيق، تطبيق هابيت تريد. يعني هنا أعزائي الكرام كما قلت لكم فكل شيء صراحة كل شيء جيد هنا ويعمل بجدارة. إذا أتينا إلى جهة الديسكوفر، جهة الديسكوفر فهي يعني واضح ماذا يوجد في الديسكوفر هنا، وهما يعني توب ترند أو أهم الأسهم الحالية. وهنا يعني تلاحظون لدينا جميع التفاصيل يقدمها لك هذا التطبيق في الواجهة أصدقائي، تفاصيل كاملة ومكمولة، تفاصيل كلها مهمة أصدقائي، مثل حول شركة تسلا أو أبل. عندما نأتي هنا إلى USDT وهنا نذهب إلى USA 21، لدينا 21 شركة، شركة تسلا وشركة أبل ومايكروسوفت وأمازون والألفابيت وروبلوكس، كوين بيز، إنفيديا، فورد موتور، فايزر، وديجيتال، وكود شيء لا أدري ما هي، غرانتير، ونايك، وفيزيكس، يونايتد، باور بيرد، بيمي، أكيدو، SOS ليميتد. وهنا أعزائي الكرام كما تشاهدون عندما نضغط هنا على البرايس أو الثمن أو الأسعار يعطيك هنا أين هو الثمن أو السعر منخفض، وعندما تضغط ضغطة أخرى يعطيك هنا الأسهم، ويعني الأسهم المرتفعة هنا، وعندما تضغط على تشينج يعطيك هنا أيضا، عندما تضغط على تشينج عفوا عندما تضغط على تشينج يعطيك يعني كل شيء هنا أصدقائي. فلدينا أشياء مميزة في هذا التطبيق أصدقائي، سواء يعني أردت شراء الأسهم هنا أو التداول، فكل شيء هنا جاهز أمامك صديقي. هنا أيضا لدينا بورصة هونغ كونغ، ولدينا هنا برادا، لوتشيتا، CKH، رازر، شاومي، تينسنت، ميتوان، باباس. وهنا يعني كما تلاحظون لدينا البرايس ولدينا التشانج، فقط هذا كل شيء أصدقائي هنا كما تلاحظون. فصراحة أبي تريد هو تطبيق صراحة من أفضل التطبيقات، وموقع من أفضل المواقع للربح من الانترنت، منصة مذهلة صراحة، وهي من أفضل المنصات الجديدة للتداول، تجعلك تشتري الأسهم الأمريكية والعالمية مثل أسهم شاومي أو تسلا والعديد من الشركات الكبيرة والمميزة في هذه المنصة. وهو يعني المميز في هذه المنصة هو أنك يمكنك التداول بالكريبتو أو العملات الرقمية، وتتمكن من شراء أسهم الشركات من خلال العملات الرقمية. دعوني أقدم لكم المزيد من التفاصيل إن شاء الله في فيديوهات قادمة. إذا أعجبكم هذا الفيديو وإذا أعجبتكم هذه المنصة لا تنسوا أن تتركوا لي أعزائي الكرام آراءكم ضمن التعليقات، ولا تنسوا دعم القناة، وسوف تجدون كل شيء في منصة في جهة يعني في صندوق الوصف وفي الديسكريبشن، سوف تجدون جميع الروابط. لا تنسوا دعمي، أحبكم في الله، مع السلامة.